انا معلش هطلب منك انك انت ترجع لي اللوحه 9x26 9x26. طيب انا هنتوقف هنا بين افتتاح المشروع ده وبين اللوحه دي. انتوا لو لاحظتوا ان الارقام اللي موجوده هنا على الخريطه، على اسف على اللوحه اللي قدامي، سواء كان في الدلتا او في توشكا او في وسط سيدا، بنتكلم تقريبا في 3.5 مليون فدان. ال 3.5 مليون فدان دول يساووا تقريبا برضو اقول تلت الارض الزراعيه اللي موجوده في مصر. تلت مش كده يا دكتور مصطفى؟ احنا بنتكلم في 8.5 9 صح، يعني ده تلت الاراضي. طيب انا عايز اقول للي بيسمعني دلوقتي، اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بنتكلم في مشروع بسيط وطلباته عالمية. من الميه او طلباته من الاسمده دكتور مصطفى هتبقى ضخمه جدا. انا مش بتكلم خالص على تجهيزه كمشروع، ده موضوع تاني خالص، لكن انا بقول الناس هنا تنتبه لحاجتين مهمين قوي. انت قلت التوسع الافقي والتوسع الراسي في الزراعه، ده التوسع الافقي اللي احنا بنعمله. طيب عشان نعمل ده عايزين نطمن على الميه اللي بتستخدم. وانا بقول للي بيسمعنا هنا، المشروع الاولاني والثالث اللي هو سينا والدلتا، احنا بنتكلم في اعاده معالجه مياه صرف زراعي بمحطات معالجه عملاقه، مش كده؟ حوالي 14 مليون. يعني انا بتكلم بس للناس تسمع ده، لان الارقام اللي بتتعمل بيها المحطات ديت والمشاريع ديت ارقام كبيره قوي. لكن احنا ما عندناش خيار تاني. يعني لما نيجي نتكلم على ان حد مثلا نكتب عنوان صغير نقول ايه؟ التنميه الصناعيه يا دكتور مصطفى. لما انا كانسان اطرح الطرح ده اقول تنميه صناعيه او تنميه زراعيه، ده عنوان صغير ممكن اكتبه واقوله حتى في اي وقت، لكن عشان احققه وانفذه ده بياخد وقت وجهد وفلوس كتير قوي. مثال مش هخرج عن اللي احنا فيه، احنا لما جينا في مايو نفتتح مجمع الاسمده الفوسفاتيه، وده كان اول مره، كان كتير من الناس تقول كتير يعني يقول لك ايه، انتوا ليه بتصدروا السماء الفوسفات ماده خام؟ عشان نعمل ده خدنا 3 سنين في المجمع الاولاني 9 مصانع، واحنا بنفتتح خدنا القرار بتاع الاسمده الازوتيه. بس خلي بالكم كان جزء من الموضوع ان احنا بقى عندنا غاز يا دكتور مصطفى نقدر نعمل بيه الكلام دوت.